سادة المشاهدين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج حوار. حوار نخصصه هذه المرة للندوة الدولية لتضامن مع الشعب الصحراوي في طبعتها 45 المنعقدة في مدينة لاس بالماس، لتسليط الضوء على أهداف هذه الندوة وطرق سيرها، المشاركين فيها، والظرفية التي تنعقد في هذه الندوة. معي مشكورا عضو الأمن الوطنية ممثل الجبهة في لدى الاتحاد الأوروبي الأخ بوشتراي. الأخ بوشتراي، أهلا وسهلا بك. طيب، الندوة تنعقد في ظرف خاص، تقريبا هي أول ندوة تنعقد بعد 13 نوفمبر وفي ظل ظرفية كوفيد، يعني الجائحة الكونية التي عطلت تقريبا كل شيء. ما هي الأهداف التي سطرتم لهذه الندوة بالذات، هذه الطبعة؟ هو يعني كما أشرتم، الندوة هذه الطبعة 45 تنعقد في ظرف خاص ولكن أيضا في مكان خاص. أول ندوة تنعقد بعد اندلاع الكفاح المسلح والتطورات اللي مرت بها القضية الوطنية منذ 13 نوفمبر إلى الآن، حالة الاحتقان وحالة الأزمة المفتوحة اللي تعيشها المنطقة، ولكن من جهة في إسبانيا وجزر الكناري ومعروف ما هي رمزية. نحن يعني لما طبيعة الحال هذه نسخة يعني طبعة مؤجلة، لأن الطبعة 45 كان من المفترض بأن تنظم السنة الماضية وكانت سوف تتزامن مع الذكرى العاشرة لمخيم قديميزيك، وعلى ذلك الأساس تم اختيار كناريا حينها، ولكن لم نتمكن من تنظيمها بسبب جائحة الكوفيد وقتها، وتم الاحتفاظ بلاس بالماس كمكان لتنظيم هذه الطبعة بالنظر إلى رمزيتها وبالنظر إلى يعني القيمة السياسية والتاريخية لهذه المدينة وهذا الشعب الصحراوي ومع قضية الشعب الصحراوي. الندوة التنسيقية الأوروبية هي أكبر مناسبة دولية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وجرت الكثير من الطبعات خلال السنوات الماضية، خلال 30 سنة يعني بعد وقف إطلاق النار وما قبله. ولكن جملة المتغيرات اللي طرأت واللي أبرزها عودة الكفاح المسلح وعودة القضية الوطنية إلى يعني رادار الاهتمام الدولي والرأي العام الدولي خاصة الأوروبي، كان السؤال المطروح: هل ما زال من المقبول أنه التنسيقية الأوروبية لا على مستوى يعني آليات العمل ولا على مستوى آليات المتابعة ولا على مستوى الحضور اليومي في مرافقة الشعب الصحراوي لنضاله، هل ما زال من المقبول بأنه يعني تبقى في الوضعية التي سجلت خلال المراحل الماضية؟ الاهتمام بالنسبة للأوروبيين، بالنسبة لتاسك فورس واللي هو الفريق التنسيقية، كان هو يعني التدبر والتفكير في الطرق التي نتمكن من خلالها لإحداث النقلة النوعية، لا على مستوى آليات العمل ولكن أيضا على مستوى الأهداف المسطرة في إطار التنسيقية الأوروبية، في إطار الندوة لمرافقة الشعب الصحراوي في هذه المرحلة، وليعبر المتضامنون أيضا عن إحساسهم بأن دخلنا مرحلة جديدة ومختلفة عن ما سبق. النقاش خلال جميع العملية التحضيرية كان يتركز على ثلاثة أهداف رئيسية. الأول هي اللي طرحته الندوة. هي اللي طرحها الندوة. الأول لأنه على مستوى البرنامج وعلى مستوى الرؤية تعكس متطلبات المرحلة والعودة للحرب وحالة الاحتقان الموجودة في المنطقة اللي زج المغرب يعني بكامل المنطقة في هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التنسيقية الأوروبية واحدة من المشاكل الكبيرة اللي كانت مسجلة عندها هو أنه خلال السنوات الماضية حدث تراجع في عدد الدول الأوروبية المشاركة بشكل يعني منضوية تحت لواء التنسيقية، وبالتالي كان من المفروض من المهم جدا بأنه التنسيقية الأوروبية يعني تتبنى الطريقة الكفيلة بأنه باقي الدول الأوروبية حركات التضامن لباقي الدول الأوروبية تنضوي تحت لواء التنسيقية الأوروبية. الانشغال الثالث كان
هو يعني اللي يطرح يعني يطرح الصحراويين ولكن ايضا يطرح المتضامنين بانه لوكوكو مناسبه سياسيه للتعبير يعني للتعبير عن رسائل التضامن مع الشعب الصحراوي، ولكن من الناحيه العمليه يعني ما كان هناك اثر كبير للقرارات التي يتم اتخاذها بسبب غياب آليات متابعة بشكل دائم لهذه القرارات التي يتم اتخاذها، وبالتالي هذا الانشغال يعني بالنسبة للتاسك فورس التنسيقية الأوروبية كانت منشغلة بضرورة أنه هذه الطبعة 45 تجد حل لهذه الإشكالية من خلال إيجاد الميكانيزمات وفرق العمل اللي مختصة في ميادين معينة من أجل متابعة القرارات التي سوف يتم اتخاذها والحرص على تطبيقها تحت لواء التاسك فورس والتنسيقية الأوروبية. هذه تقريبا أهم الانشغالات والأهداف الكبيرة اللي كانت يعني كانت مطروحة خلال عملية التحضير. احنا اليوم يعني وقفنا على اختتام أشغال هذه الطبعة. قبل أن نختتم لابد أن نسأل، المرحلة الوطنية تتطلب يعني كأهداف، وهذا تعود في الأمانة الوطنية في القيادة الأساسية، وتعرفون أن الأهداف الأساسية تتطلب يعني كيفية تقوية المعركة اللي انفرضت علينا من جديد اللي هي الحرب استئناف الكفاح المسلح، والثانية مقاومة الصمود، ولمقاومة الصمود دور أساسي بالنسبة للتنسيقية وبالنسبة للحركة التضامنية وأيضا فيما يتعلق بالعمل السياسي. إلى أي حد تم الربط بين الأهداف الوطنية وأهداف الحركة التضامنية لجعل مثلا من الندوة هذه ندوة يعني انطلاقة جديدة مرحلة جديدة وتكيف عام مع الوضعية الجديدة؟ نحن يعني نعرف بأنه يعني هذه المرحلة الجديدة والحاسمة اللي دخلها الكفاح الوطني الصحراوي بأنها في أغلب الظن يعني في النهاية يعني المعركة سوف تربح بعدد النقاط المحصلة في النهاية، يعني كيف مباراة الملاكمة، وبالتالي هذا بطبيعة الحال يعني الجيش الصحراوي والشعب الصحراوي خلال العمل العسكري يرنو إلى أنه يلحق بالمغرب الضربة القاضية، ولكن يعني في موازاة مع ذلك يعني نراكم النقاط حتى إذا كنا بصدد يعني اتخاذ القرار النهائي أو النتيجة النهائية نكون قد حصلنا النقاط الكافية بأنه نفوز في هذا النزال الوجودي مع الاحتلال. في هذا الإطار وهذه الرؤية في إطار تحصيل النقاط في معركتنا مع الاحتلال يأتي هذا العمل الموجه تجاه التضامن والعمل الدبلوماسي يعني عموما وتجنيد الرأي العام إلى آخره. الشق السياسي اللي تعرض له يعني واحدة من الورشات الرئيسية في هذه الورشة السياسية والإعلامية في هذه الندوة يعني ممكن نتحدث عنه لاحقا فيما يتعلق بعناصر الصمود وتعزيز صمود الشعب الصحراوي، ولكن المساهمة في مشروع بناء الدولة الصحراوية لأنه هو رهان استراتيجي بالنسبة للشعب الصحراوي ولكن أيضا رهان استراتيجي بالنسبة للمتضامنين والداعمين، أنه الشعب الصحراوي ينجح برغم ظروف اللجوء رغم الظروف المحيطة ظروف المعاناة المحيطة بالقضية وبظروف اللجوء إلى آخره، إلا أنه نجح في أنه يضع اللبنات الضرورية الأساسية المهمة في مشروع الدولة الصحراوية اللي يرمي الشعب الصحراوي بأنه يتمتع في كنفة بالحرية وبالازدهار. وفي هذا الإطار ورشة بناء تعزيز وبناء مؤسسات الدولة الصحراوية واحدة من الورشات المهمة انكبت على دراسة بخطوات عملية كيفية مرافقة المؤسسات الوطنية الصحراوية في هذه المرحلة الجديدة. نحن نخوض الكفاح المسلح ولكن الحفاظ على مؤسسات الدولة الصحراوية، تعزيز مؤسسات الدولة الصحراوية، تعزيز عناصر الصمود بالنسبة للشعب الصحراوي تشكل أيضا واجهة
وجبهة مهمة، أولا في التأمين على هذا الخيار اللي هو خيار الكفاح المسلح، ولكنه أيضا في التأمين الاستراتيجي على مشروع الوطني ومشروع بناء الدولة الصحراوية. وعليه هناك توافق فيما بين يعني العمل على المستوى السياسي الإعلامي من جهة، ولكن أيضا العمل على مستوى بناء الدولة الصحراوية، بالإضافة إلى مجموعة من بالإضافة إلى ورشتين، ورشة حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ورشة الثروة. يعني نفهم من هذا على المحاور اللعب، يعني المحاور العمل التضامني سيرتكز على هذه الأربعة، يعني على المعركة القانونية، معركة بناء الدولة ومقاومة الصمود، توفر مقاومة الصمود، الدعم السياسي المطلوب والدعم الإعلامي للقضية، ثم موضوع حقوق الإنسان. طيب هذه الورشات وزعت بهذا الشكل يعني تظهر من خلالها الأهداف، نبدأ الآن بكل ورشة، ما هي أهم الأهداف أو الحوصلة التي خرجت بها الورشة السياسية الإعلامية؟ الورشة السياسية والإعلامية يعني قامت بإجراء تشخيص الدقيق للمرحلة، ووقفت على أنه هذا الظرف بالذات يعطي الفرصة للمتضامنين وللشعب الصحراوي من أجل القيام بعمل سياسي مهم، وهناك فرص أكبر الآن من أجل الحصول على إنجازات والحصول على اختراقات مهمة، مكاسب واختراقات مهمة داخل الساحة الأوروبية أكثر من الفترة ما قبل 13 نوفمبر. أولا بسبب عودة القضية إلى دائرة الاهتمام الدولي، ومن خلال يعني عودة الحرب وانهيار يعني سراب 30 سنة من يعني فشل الأمم المتحدة، بسبب حالة الاحتقان اللي توجد فيها المنطقة، واللي المغرب يتحمل المسؤولية كاملة اللي يعني الزج بالمنطقة في هذه حالة اللا استقرار وحالة الإشكاليات الأمنية واستدعاء قوى دولية من أجل التأثير على استقرار المنطقة، وبالتالي فتح إشكالية أمنية يعني واحتمال حدوث منزلق في أي لحظة على بعد كيلومترات فقط من الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل ذلك من مخاطر. والعنصر الثالث هو العنصر المتعلق بقرار محكمة الأوروبية ويوم 29 سبتمبر، والطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد القرار، واللي يفتح من الآن وإلى غاية فبراير أو مارس سنة 2023 فترة ستشهد حراك كبير يسوى على المستوى القانوني ولا على المستوى السياسي ولا على المستوى الإعلامي، بحيث بأنهم المتضامنين مطالبين بأنهم يطرقوا أبواب جميع الدول 27 والمؤسسات البرلمانية فيها، المشرعين سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المركزي في بريكسل، من أجل حمل رسالة الشعب الصحراوي، ولكن أيضا حمل رسالة العدالة وضرورة الاحتكام للعدالة وضرورة احترام. إذن هذه العناصر الثلاثة يجعلون في رواق أفضل من أجل تحقيق مكاسب أكبر. هذا على مستوى التشخيص، ولكن على مستوى العناصر العملية من أجل الحصول على هذه المكاسب تم إقرار مجموعة من المبادرات، وأولها هو مواصلة المجهود الكبير الذي يقام به على مستوى تنسيقية التضامن من أجل انضمام حركات التضامن الأوروبية من هذه الدول 27 في الاتحاد الأوروبي وباقي الدول الأوروبية أيضا. حدث هناك تطور كبير على مستوى هذه الندوة من خلال حضور بعض الدول لأول مرة منذ سنوات لم تكن حاضرة في اليكوكو، ومنها المملكة المتحدة، منها بريطانيا، منها فنلندا، منها النرويج، ومنها يعني السويد إلى درجة ما، ولكن أيضا النمسا. إذن مجموعة من الدول التي يعني غابت خلال طبعات ماضية الآن يعني تعود بهذه القوة، ولكن هذا فقط بداية مسار من خلال الانفتاح على حركات التضامن الأخرى، ومن خلال فعلا إقناع المتضامنين في مختلف أنحاء أوروبا بأن التنسيقية الأوروبية هي المكان الحقيقي للتعبير عن التضامن، ولكن أيضا إنجاز فعل التضامن. فهذا الإطار يأتي تحدي تشبيب حركة
التضامن مع الشعب الصحراوي، وقطعت خطوات في هذا الاتجاه، وفي إطار عملية التلاقح ما بين المبادرات التضامنية تم تبني تنظيم الطبعة الثالثة من المنتدى الشباني الدولي للتضامن مع الصحراء الغربية داخل إحدى الدول الأوروبية سنة 2022، وتم أيضا إقرار بأنه تنسيقية التضامن الأوروبية تكون طرف فاعل في عملية التحضير والتنظيم، من أجل بأنه الشباب الأوروبي الذي سوف يشارك في هذا المنتدى يعني تتاح له الفرصة من أجل انخراط في حركة التضامن الأوروبية. مجموعة من المبادرات تم تبنيها، أبرزها مثلا يعني تنظيم مسيرة تضامن أوروبية على شاكلة المسيرة التي نظمت في إسبانيا هذه السنة، ولكن على قطاع أوسع داخل جميع الدول الأوروبية، وضرب موعد في بريكسل في ساحة المؤسسات الأوروبية، والعمل فعلا إلى حشد عدد كبير من المتضامنين ومن الجالية الصحراوية ومن المتضامنين من مختلف الدول الإفريقية، من أجل تقديم رسالة الشعب الصحراوي بشكل قوي وبشكل ملفت الانتباه للدول الأوروبية، إضافة بطبيعة الحال إلى مبادرات تجاه حلقات عمل مغلقة ما بين التنسيقية الأوروبية وما بين المهنيين في ميدان الاتصال وميدان الإعلام، من أجل الإجابة وإيجاد حل إشكالية لتمرير الخطاب الصحراوي، يصل الخطاب الصحراوي والخطاب التضامن إلى أكبر عدد ممكن من الرأي العام الأوروبي من خلال الاستفادة من الطفرة التكنولوجية الجديدة ومواكبة التطورات في هذا الاتجاه، وتنظيم ندوة في فرنسا من أجل هذا في برنامج 22، هذا في برنامج سنة 22، من أجل إعطاء فرصة للصحفيين اللي عندهم تجربة تغطية للصحراء الغربية سواء في الماضي أو التجربة الأخيرة التي تم تنظيمها في شهر أكتوبر الماضي، من أجل إيجاد الفرصة لتبادل وجهات النظر كيفية التعامل مع هذا الحصار بين مزوجتين الإعلامي اللي يحاول اللوبيات المؤيدة للمغرب فرضه على القضية الصحراوية داخل غالبية الدول الأوروبية. قطعنا أشواط مهمة في هذا الاتجاه، وخاصة في فرنسا وإسبانيا وإلى درجة ما داخل المملكة المتحدة، يعني ما بعد الرحلة التي نظمت شهر أكتوبر الماضي، ونأمل بأنه مبادرات أخرى من هذا الصدد يعني تكسر يعني تقوم بكسر هذا الحصار الإعلامي. إذن هذا أهم ما جاء في الورشة السياسية، ولكن أيضا بالإضافة إلى النشاط البرلماني، وبأنه الاعتماد على تجربة المجموعات البرلمانية سواء على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي التي أسست في إسبانيا، من أجل بأنه يكون هناك تكتل برلماني أوروبي، والاعتماد في هذا الإطار على المجموعة البرلمانية الأوروبية كعنصر فاعل في هذا الصدد. تم تكليف منسق المجموعات البرلمانية على مستوى إسبانيا بالاتصال بباقي المجموعات البرلمانية من أجل لإنجاز خطوات عملية تجاه تأسيس هذا التكتل البرلماني الأوروبي الذي يضم جميع البرلمانيين المؤيدين للشعب الصحراوي سواء على المستوى الجهوي أو الوطني أو على المستوى الأوروبي. إذن مجموعة من القرارات ومجموعة من المبادرات اللي تم تبنيها في هذه الورشة السياسية. الورشة الثانية كانت ورشة الثروات الطبيعية، ونحن في معركة القانونية. ما هي أهم الخلاصات بالاعتماد على ما قلتم بأن القرار الاتحاد الأوروبي طعن، وهناك وهذه فرصة تعطي فرصة أكثر للعمل من أجل يعني تفعيل الدبلوماسية فعالة، دبلوماسية تضامنية فعالة من أجل يعني الضغط على الدول من أجل احترام القرارات الهيئة الأوروبية اللي هي المحكمة؟ أتصور بأنه موضوع المعركة القانونية عموما والمعركة حول الثروات الطبيعية يعني معركة مهمة جدا بالغة الأهمية، ويعني لديها تأثير، ليس تأثير قانوني فقط
ولكنه أيضا تأثير سياسي وتأثير حتى دبلوماسي. وتصور أنه من بين القرارات المهمة اللي تم تبنيها اليوم في ورشة الثروات الطبيعية وهو بالإجابة بطبيعة الحال على الانشغال كان موجود خلال السنوات الماضية بأن بعض الجمعيات وبعض الجهات المتضامنة كانت في بعض الأحيان تفكر في القيام بخطوات فيما يخص المقاضاة بعض الشركات على أساس مقاربة يعني مقاربة فردية لا يتم تنسيقها كما ينبغي مع جبهة البوليساريو على اعتبار بأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وعلى اعتبار بأن الهدف النهائي للتضامن هو تماما يعني دعم الشعب الصحراوي. أول خطوة في دعم الشعب الصحراوي هو تكريس وتأكيد الشخصية القانونية لجبهة البوليساريو. إذن الورشة اتخذت قرار بأن أي عمل قضائي فيما يخص الثروات الطبيعية يجب أن يتم بالرجوع بشكل إجباري إلى جبهة البوليساريو وتحديد ما هي الأولويات وما هي الخطوات التي سوف يتم اتخاذها. يعني تقوية التنسيق مع الجبهة في هذا الاتجاه. وبطبيعة الحال الجبهة لديها رؤيتها على المستوى القريب وعلى المتوسط وعلى المستوى البعيد فيما يتعلق بهذه المعركة القانونية اللي يعني معركة مهمة حقيقة ويعني تشكل سجلت فيها ضربات موجعة للاحتلال خلال السنوات القادمة ونتوقع تسجيل ضربات أكثر إيلام خلال السنوات القادمة. النقطة الثانية تم إقرار التعاون أيضا بشكل ممنهج ما بين التنسيقية الأوروبية ومرصد الثروات الطبيعية على مستوى المعلومات تبادل المعلومات ولكن أيضا على مستوى التنسيق فيما يتعلق بحملات محددة. المسألة الثالثة اللي تم إقرارها فيما يخص هذه الورشة هو إطلاق مجموعة من الحملات داخل الدول الأوروبية فيما يتعلق بالبضائع المستوردة من الصحراء الغربية، موضوع حقية المستهلك في معرفة المصدر، الدعوة إلى مقاطعة من مستويات معينة للسلع المغربية في هذا الاتجاه. وأتصور بأنه تجارب مهمة كيف يعني تجربة BDS اللي يقوموا بها المتضامنين مع فلسطين قد تكون مفيدة في هذا الاتجاه رغم اختلافات السياق. وفي النهاية مثل المجموعة السياسية أيضا مجموعة الثروات الطبيعية أسست فريق عمل منضوي تحت التنسيقية الأوروبية ضيق محدود ولكن فريق عمل يعمل منذ هذه الندوة إلى غاية الندوة القادمة من أجل الحرص تماما على تطبيق هذه القرارات والتنسيق مع فريق التنسيقية الأوروبية للتضامن مع باقي فرق العمل للورشات الأربعة من أجل التأكيد على تطبيق هذه الخطوات. الورقة الثانية هي ورقة الأرض المحتلة وحقوق الإنسان، يعني ورشة مهمة خصوصا في هذه الظرفية ونحن نتابع يعني التصعيد يعني الذي شهدته سياسة القمع المغربية بعد 13 نوفمبر 2020 وموضوع سلطان خيام، موضوع أصلا المدنيين الصحراويين، موضوع القمع اليومي في العيون في السمارة في الداخل مناطق جنوب المغرب. يعني ما هي أهم القرارات التي يمكن اللي خرجت بها الورشة يعني اشتغلت على مستويين رئيسيين، مستوى الحملات السياسية الإعلامية ومستوى العمل القانوني المؤسس تجاه مؤسسات الأمم المتحدة خاصة مجلس حقوق الإنسان المقررين الخاصين والميكانيزمات الخاصة. على المستوى الحملات السياسية من أجل التنديد بالقمع والاتصال بالمنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية بشكل دائم وبشكل ممنهج، ولكن الإعلام بين الحين والآخر عن حملات محددة بأهداف محددة وتنسيقها في هذا الإطار، موضوع المعتقلين السياسيين والأسرى المدنيين الصحراويين وربطهم بمجموعة من العائلات الأوروبية ومراسلتهم من خلال التبني، ولكن أيضا من خلال القيام بعمل دقيق فيما يتعلق ببطاقات تعريف
بكل من المعتقل بكل معتقل سياسي على 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 حدة، ايضا الاتصال بعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والنظر في كيفية مساعدة هذه العائلات في علاقة فيما يخص زيارة الأسرى المدنيين في مكان الأسرى المدنيين الصحراويين في مكان الاعتقال. إذا حملات في هذا الاتجاه، ولكن أقررت بشكل يعني محدد وبشكل مضبوط ومعروف ما هي لجان التضامن المكلفة بشكل مباشر بعمليات محددة في هذا الإطار. على المستوى الآخر هو المستوى المتعلق بالميكانيزمات الدولية المتعلق بالمستوى القانوني الإجرائي المباشر الموجه إلى مجلس حقوق الإنسان، الموجه إلى المقررين الخاصين، والموجه إلى الميكانيزمات الخاصة. هناك فريقي عمل يعملون يعني داخل المدن المحتلة وداخل حركة التضامن، وهناك عملية تنسيق دقيقة فيما يخص المادة الخام، تزويد المحامين والدوليين بالمادة الخام من أجل إنجاز الملفات المطلوبة اللي تشكل مادة احترافية ضرورية، ومن أجل بأنه هذه الميكانيزمات الدولية تتخذ قرارات من مثل يعني مراسلة الحكومة المغربية، التنديد بخطوات معينة، يعني خاصة بأنه سجل تطور كبير خلال المدة الأخيرة على هذا المستوى في ميكانيزمات معينة لأول مرة تندد بالممارسات المغربية، في مقررين تكلموا لأول مرة برغم الضغط الرهيب الذي يمارسه المغرب وحلفائه داخل هذه المؤسسات الدولية. بعد مقررين أعربوا بشكل واضح بشكل صريح عن تنديدهم بما يتعرض له المدافعين الصحراويين من قمع من طرف السلطات المغربية، ولكن أيضا موضوع مهم، هذه المؤسسات الدولية الرسمية أصبحت تراسل جبهة البوليساريو، يعني تبعث بنسخ إلى جبهة البوليساريو على اعتبار بأنها هي الطرف الآخر في النزاع، هي ممثل الشعب الصحراوي إزاء جميع هذه الشكاوى التي تقدم حتى ضد المغرب. إذن هذا الفريق، هذا العمل أيضا تم اتخاذ خطوات مهمة في دراسة حالات معينة من حالات الأسرى المدنيين الصحراويين، استكمال جميع عناصر الملف، وهي عملية مضنية تتطلب الكثير من البحث، تتطلب الكثير من التدقيق، وتتطلب أيضا خبرة. وهناك فريق من القانونيين والمحامين الدوليين اللي يرافق الشعب الصحراوي في هذه المهمة، وبدأت تعطي أكلها. وخلال هذه الورشة تم يعني إقرار خطوات متقدمة في هذا الإطار. إذن هناك مزاوجة ما بين الجانب السياسي والإعلامي فيما يخص الحملات المتعلقة بحقوق الإنسان والجانب القانوني فيما يتعلق بالمؤسسات. آخر ورشة هي ورشة يعني مؤسسات يعني دعم مؤسسة الدولة الصحراوية، ما هي كبريات الخطط يعني أو البرامج أو المحاور اللي خرجت بها كقرارات مثلا هذه الورشة من أجل تعزيز المحاور الكبيرة؟ وهذه ورشة طبيعة الحال ورشة يعني حصل فيها خاصة خلال السنوات الماضية تطور ملحوظ في هذه الورشة. تم اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة خاصة تجاه قطاعات معينة من الدولة الصحراوية، واللي أبرزها هذا المتعلق بقطاع يعني الموظفين في قطاعات حيوية للدولة الصحراوية. كيفاش يعني حركة التضامن على مستوى أوروبا تساهم في تحصيل تحسين ظروف وتحصيل مساعدات يعني مهمة تساعد هذا اللي يقوموا بهذه المهام النبيلة داخل الدولة الصحراوية، داخل المجتمع اللاجئ الصحراوي اللي يقوموا بها ظروف صعبة ولكنها خدمات ضرورية ومهمة. كيفاش حركة التضامن وتقدر ترافقهم في هذا الإطار؟ أيضا تم الاتفاق على برامج محددة تجاه قطاعات حيوية معينة تتعلق بالتنمية، تتعلق بقطاع الإدارة، ولكن أيضا تجاه المرأة وتجاه الشباب بالإضافة إلى قطاعات أخرى. وهذه الورشة هي يعني أكثر الورشات اللي
اللي تجتمع بشكل متواصل ومنتظم، لانه مجموعه من الملفات العمليه اللي مطروحه لها، ولكن ايضا تشترك فيها العديد من الدول. ومن بين الاشكاليات الكبيره اللي كانت مسجله في هذه الورشه واللي نامل بانه من الان يعني يتم تجاوزها، هو ضعف التنسيق فيما يتعلق بين ما تقوم به مختلف حركات التضامن والمؤسسات الداعمة داخل أوروبا. يفترض بأنه من خلال فريق العمل اللي تم تأسيسه الآن، جميع حركات التضامن الأوروبية تنسق في هذا الاتجاه وتحدد الأولويات من أجل تجنب بأنه يعني دولتين حركتي تضامن أو ثلاثة يقومون بإنجاز نفس المشروع اللي موجه لنفس الدائرة أو موجه لنفس الولاية، وبالتالي كان من الممكن الاستفادة منه بالنسبة لحل مشكل آخر. هذا كان مشكل يعني مطروح بشكل جاد، ويفترض بأنه من الآن فصاعدا يتم 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 حله. وأيضا يعني موضوع التكوين والتكوين المتواصل بالنسبة للكادر البشري الصحراوي وفي مختلف في مختلف الميادين. الأخ يعني البيان الختامي تقريبا جاء بكل شيء، تقريبا أعطى خلاصة عامة سياسية عن يعني التوجه العام للسنة المقبلة مثلا فيما يتعلق بالحركة التضامنية. ما هي أهم الفقرات المثيرة مثلا المهمة جدا أو الأساسية التي تعطي الزبدة؟ يعني وذكر مثلا نتائج الورشات، لكن كقرارات سياسية كبيرة أتصور بأنه المشهد العام في البيان الختامي كان هو عكس يعني هذا الظرف الدقيق والحساس اللي تمر به القضية الصحراوية. يعني تم التأكيد من خلاله على دقة وحساسية الظرف، واعتبار بأن الحرب هو العنوان الأكبر لها. تم التنديد بفشل الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها، ولكن أيضا تم تمرير رسالة مهمة من طرف المتضامنين الأوروبيين مع الشعب الصحراوي في هذه المرحلة المتعلقة بالحرب، وهو الإعراب عن التضامن مع المقاتل الصحراوي الموجود في الميدان واللي يضحي بأغلى ما يملك ألا وهي روحه في الظروف التي نعرف. المتضامن الأوروبي يعني اعتبر بأنه المقاتل الصحراوي نموذج للإنسان اللي يضحي من أجل أهداف نبيلة ألا وهي الحرية والاستقلال، وهذا كان نقطة بارزة في هذا البيان. مجموعة من الرسائل السياسية التي تم تمريرها، ومن بينها الإشادة بموقف الجزائر في هذا الظرف، وهو موقف متميز وهو موقف حاسم بطبيعة الحال ينسجم مع المواقف المعروفة بالنسبة للجزائر. تم أيضا تمرير رسالة مهمة إلى الشعب المغربي ومناداته بأنه يرفض هذا المسار الذي دخلت المملكة المغربية من خلال التطبيع مع إسرائيل، ومن خلال انخراطها في مبادرات لا علاقة لها بمصالح شعوب المنطقة ولا بمستقبل شعوب المنطقة. ودعت الشعب المغربي إلى معارضة هذا التطبيع وهذا التوجه. رسائل قوية إلى إسبانيا من أجل تحميلها مسؤوليات تجاه النزاع، رسالة قوية لفرنسا، وأيضا منادات بأن تكف عن هذه الخطوات والمواقف السلبية في هذا الصدد، ولكن تجديد رسالة تجديد العهد وتجديد التضامن مع الشعب الصحراوي وتجديد التضامن بشكل متميز مع المناضلة السلطانة خيف. هذه المعركة التاريخية اللي تقود من داخل مدينة بوجدور المحتلة، واعتبار بأنها أصبحت هي وجه الانتفاضة وهي أيقونة الانتفاضة، وبأنها شرفت ليس الشعب الصحراوي فقط ولكن المرأة الصحراوية بشكل خاص. إذن هذه تقريبا هي مجموعة الرسائل اللي تم الإعراب عنها في البيان الختامي، بالإضافة إلى الإشارة إلى الجوانب العملية من الندوة والمتعلقة بالورشات اللي أشرنا لها سابقا. طيب، ونحن نختتم الحصة، ما هي تقييمكم للتوجه الآن، تقييمكم للندوة بشكل عام، للمشاركة، طبيعة المشاركة، المداخلات، للأراء، للوضع العام، الوضع اللي صارت فيه الندوة؟
لا انا بالنسبه لي، بالنسبه لي يعني شاركنا في العديد من الطبعات. انا بالنسبه لي لا اتردد ابدا في الحكم بانه ان لم تكن انجح الندوات التنسيقيه الاوروبيه فبالتاكيد من انجحها. وتصور بانه ما كنا نقد نقفوا على هذا النجاح الباهر لولا وجود رؤيه واضحه فيما يخص التحضير، خاصة على مستوى محتوى الندوة، ولكن أيضا لولا وجود طاقم يعني تقني اللي يعني قاد عملية التحضير من البداية إلى النهاية بياسر من الاستماتة وبياسر من التضحية. وبهذه المناسبة حقيقة يعني أشيد بممثل جبهة في إسبانيا عبد الله العرابي لقيادته لهذا الفريق اللي حضر لهذه الندوة. إذا من الناحية السياسية ومن ناحية المضمون يعني نجاح بالنسبة لنا باهر، وأيضا من الناحية التقنية ومن ناحية من ناحية الظروف التي وفرت كانت أكثر من مقبولة بل جيدة جدا. الآن التحدي هو كيفية ترجمة هذه القرارات على الأرض. وتصور بأنه هناك إرادة قوية لدى قيادة التنسيقية الأوروبية بالإشراف على هذه الورشات وفرق العمل اللي تمت المصادقة عليها من أجل التأكد فعلا بأنه ما تم إقراره في لاس بالماس سوف يتم تطبيقه، وبأنه حين نلتقي إن شاء الله العام المقبل في ألمانيا، وهي المكان الذي تم اختياره لتنظيم الطبعة القادمة لأول مرة، تكون يعني لدينا آليات لمتابعة العمل، ولكن آليات لتقديم تقارير عن ما أنجز وما لم ينجز ولماذا، حتى تكون فعلا كل ندوة تشكل درج بشكل تصاعدي لبلوغ الهدف. أشكرك الأخ عبدالله، شكرا جزيلا على قبولك لهذه الدعوة، خصوصا في هذه الظرفية ونحن في نهاية الندوة وأنت مسافر. إذا نتمنى أن نكون وفينا الندوة يعني حقها، رغم انها كانت ندوه فعلا حتى بالنسبه لنا اعلاميا كانت ندوه ناجحه، كانت ندوه متميزه، كانت ندوه يعني سهله يعني سلسه. وهذا كما نحن ايضا نشكركم على حسن الاستضافه، نشكركم على هذا التجاوب، وبس نكون اشكر الساده المشاهدين، ونتمنى ان نكون وفقنا في تسليط الضوء على الندوه، ندوه التنسيقيه الاوروبيه اللي تضم مع الشرق الصحراوي في طبعتها 45. أشكركم وإلى نلتقي في حصة قادمة، دمتم في أمان الله، شكرا جزيلا. شكرا.